السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. إذا كنتوا تشوفوا القناة لأول مرة وعجبتكم اشتركوا وفعلوا الجرس به يوصلكم جديدي. الفيديو تاع اليوم بما أنه الدخول المدرسي على الأبواب حبيت ندير لكم لمجة للولاد يدوها معاهم للمدرسة وتغذيهم في نفس الوقت خير من يشرو من برا، وفي نفس الوقت تقدروا تديروها انتوما كفكرة للعشاء ولا للغداء ولا حتى كمقبلة تيجوكم الضياف. نبدأ بالمقادير اللي تحتاجوها للعجينة. نحتاج 2 كيسان تاع حليب يكون دافي، فيما يخص الكاس الثالث كاس إلا ربع، ملعقة خميرة تاع الخبز، نصف ملعقة سكر حبيبات، ملعقة تاع ملح، 2 بيضات، ونصف كاس زيت نباتي، وفارينا به نلمو بها العجينة. نبدأ بطريقة التحضير. في ريسيبيون بسم الله نحطو الكمية تاع الحليب اللي قلنا 2 كيسان يكونوا ملاية، والكاس الأخير كاس إلا ربع ويكونوا دافيين ما يكونش سخون بزاف. نضيف عليه ملعقة تاع خميرة خاصة بالخبز مع نصف ملعقة سكر حبيبات. هذه الخطوة الأولى، نحكم نحركهم مليح باه ينسجموا ونخليها مدة 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم تاعها. بعد مرور 10 دقائق شوفوا كيفاه راهي تضاعف الحجم تاعها. لهنا ما تقيدوش بالمدة تاع 10 دقائق، تاكش الجو كي تعود الدنيا سخانة تطلع بالخف. نحرك، نضيف الكمية تاع الزيت اللي قلنا نصف كاس، نضيفوا له البيضة كاملة، البيضة الثانية ما نديروهاش الآن، ونديروا كمية الملح. نحرك مليح بالفويل، لهنا تقدروا تستعملوا حتى الشوكة. هذه العجينة تجي بزاف هائلة وخفيفة وقطنية. اللي ما عندهاش الحليب تقدر تعوضوا بالماء، دير نفس الكمية تاع الحليب ماء وزيد معها 2 ملاعق الغبرة تاع الحليب، راح تعطيها نفس النتيجة. لهنا راهي انسجمت. في هذه المرحلة نبدأ بإضافة الفارينة. لهنا الفارينة ديما تكون مغربلينها ونبدأ نجمع فيها. على الأول نستعمل فويل حتى نحسها بدأت تتلم، وبعديك نستعمل إيدي. وانتم قاعدين تتفرجوا في الفيديو ما تنسوش تديروا لنا لايك للفيديو وتبارطاجيوه. نبقى نضيف في الفارينة تدريجيا حتى تتجمع معايا. بعد ما تلموها بالفارينة ما تعجنوهاش غير بأطراف الأصابع، لازم تخلوها، هذا هو القوام تاعها، تكون طرية شوي. بعد ما تتلم لكم درك راح نغطيها بالكيس بلاستيكي ونخليها حتى يتضاعف الحجم تاعها. لهنا نشوفوا العجينة بعد ما خمرت، لازم تخلوها حتى يتضاعف الحجم تاعها بالطريقة هذه. درك نفرخ على هذه الأداة تاع السيليكون، قبلها نرش بالفارينة. راح نستعمل إيدي فيها الفارينة بها ما ترسقش، خطاكش خليت العجينة طرية شوي. شوفوا كيف نزلها. نبدأ نستعمل ايدي بالطريقة هذه وندلكها. كي تشوفوها ترسق تحبوا تستعملوا الزيت ولا تستعملوا الفارينة، لكم الاختيار. دركا واش راح نستعمل، نبدأ نديرها على شكل كويرات. تحبوا حجم الكويرة يكون صغير ولا كبير، لهنا حسب رغبتكم. حاولوا انكم ديروا الكويرات كامل قد بعضهما. كي تكون عندكم عرضية حابين ديروها كمقبلة صغروا في الحجم تاع الكويرة واحشوها باللي حبيتو. حبوا تستعملوا اللحم المفروم ولا الطون والفرماج، كل واحد واش راه متوفر عنده في المنزل. وتقدروا تستعملوا غير شكشوكة تاع بصل وفلفل وطماطم. لهنا انا ديما نقول لكم حسب واش كاين عندكم في المنزل. نكمل كامل العجينة بنفس الطريقة. بعد ما تشكلوهم كويرات نخدموا في هذه الأداة تاع السيليكون ولا تحبوا بلون طرافاي، ترشوا بالفارينة. لهنا راهي شوفوا العجينة كيف راهي خفيفة بزاف. باش تحصلوا عليها لازم تكون العجينة تاعكم متبسوهاش بزاف بالفارينة، ونحلوها على شكل دائري. تحبوا تستعملوا هذه الطريقة تاعي اللي شكلت كويرات، ولا تحكموا تحلوا كامل العجينة اللي عندكم تحلوها بالحلال، وبعديك تطبعوا بدائرة، أي دائرة عندكم ولا قطاعة ولا حتى صحن دائري.
اليوم حبيتها تكون شويه الحبه كبيره لهنا، هذا هو الشكل تاعها، ونحطها على جنب. لازم نحل كامل الكميه اللي عندي. ما تنسوش تنضموا لنا في الجروب اللي دايرينه في الفيسبوك طبخ وحلويات، درك نحط لكم الرابط في صندوق الوصف. واي وصفه ديروها غدا ولا عشاء بارطاجيوها معايا في الجروب، ونشوفكم واش راكم تطيبوا، وكل وحده تستفيد من الاخرى. انا نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه على شكل دائري، ونرجو نكملوا باقي الوصفه. بعد ما تكملوا تحلوهم على شكل دائري، لهنا هذه الصلصه تاع الطماطم اللي خدمتها انا وياكم المره اللي فاتت وخبيتها في المجمد. قلت لكم صلصه تصلح لكل انواع المعجنات، خرجتها من المجمد وخليتها حتى اللي ذابت. وهذه فكره بزاف هايله، وتربحوا الوقت كي تحبوا ديروا اي مملحه ولا مقبله تلقاو تاعكم الصلصه واجده، خير ما تقعدي تخدمي فيها وتضيعي الوقت. خباها في المجمد، ماهوش راح يصرا لها والو. شوفوا كيف راح نحط في نصف الحبه بركة، ما نحطش في الحبه كامله. طريقه سهله وبسيطه، ولهنا ديما الحشوه حسب الرغبه تاعكم. بعد ما تديروا الطماطم لهنا الحشوه، اخترت لحم مفروم حمصتوه في المقلاه، جبن مبشور وجبن مثلثات. راح نحطوا كميه من اللحم المفروم، ولهنا قلت لكم راهي الحشوه ديما حسب واش كاين عندكم في المنزل. تقدروا تستعملوا حتى الطون ولا البصل والطماطم، الشكشوكه العاديه اللي ممكن نديروها في المنزل. غير انا اليوم حبيت نستعمل اللحم المفروم، راهو كاين عندي في المنزل اللي اخترت هذه الطريقه. راح ندير لكم عده افكار باه تقدروا تحشوها. بعد ما تكملوا تستعملوا اللحم المفروم، نجيبوا الجبن تاع المثلثات في نصف، نستعمل نصف الحبه في كل حبه راح نديرها لهنا، يعني حبه في كل زوج حبات لهنا الجبن اللي كاين عندكم في المنزل، اي جبن انتم عندكم. وكلمسة اخيره نضيفوا الجبن المبشور لهنا، انا نحب الجبن اللي راح نستعمل كميه شويه معتبره، وانتم واش كاين عندكم في المنزل. برك نغلقها كامل بالطريقه هذه، طريقه سهله وبسيطه. تقدروا تستعملوا حتى الزيتون المقطع سواء الاخضر ولا الاسود. لهنا راني حبيت الحبه شويه كبيره، وانتم تقدروا تصغروا حسب المناسبه اللي كاينه عندكم. بعد ما تكملوا راح تحبوا تستعملوا لهنا باش تغلقوها مع الاطراف الشوكه، ولا راح نوري لكم الطريقه الثانيه اللي انا نحب نستعملها وتعطيكم منظر رائع للحبه. نغلقوها مليح مع اطراف الاصابع لهنا، راني نخدم فيها في نفس الوقت راهي بدات تخمر. راح نمشي معكم خطوه بخطوه. ديما بلون طرافاي تاعكم ديروا الفرينه باه ما تلصقش فيه الحبه، ونبدا نظفر فيها. بعد ما تكملوا تضغطوا عليها، تجيبوا الاصبع تاعكم الاول وتلموا بهذه الطريقه، ديما تستعملوا يدكم وتمشوا. طريقه سهله وبسيطه، اللي ما تعرفش تقدر تستعمل الشوكه عادي. لهنا العجينه اللي بقات حكمت درتها كويرات بنفس الطريقه الاولى، غير حبيت الحبات يكونوا صغار. الحشوه غيرت، راح نستعمل الطون تاع الزيت. لهنا قلت لكم اي شيء عندكم ولا حشوه انتم تفضلوها، يعني حتى بالطون تاع الطماطم راح يجي بنينه. نحط كميه من الطون في كامل الحبات. لهنا العجينه اللي درتها راهي دارت لي كميه معتبره. نحاول نوزع الطون في كامل الاجزاء تاع الحبه، ونحط في كل حبة حبة جبن. نعرفوا انه الولاد توانا يحبوا الجبن، راح تعطاها بنا. ونغلق بنفس الطريقة، ونعود نغلق بذيك الضفيرة اللي درتها في الأول. بعد ما تشكلوهم لهنا راهو ضعف الحجم تاعهم، خلوهم حتى يضعفوا. ونجيبوا البيض، لهنا ضربت البيضة كاملة، درت لها الملح وضربتها. وكاين اشخاص يحبوا يضيفوا لها القهوة ولا الحليب، لهنا بهذه الطريقه راح تحصلوا على اللون الذهبي بلا ما تضيفوا لا قهوه ولا حليب. واللي تحب تستعمل تقدر. ندهنها كامل بالبينسو حتى نكمل كامل الحبات. بعد ما تكملوا تدهنوهم بالبيض، نجيبوا الجنجلان ونرش بالطريقه هذه. راح ندير الجنجلان، وراح ندير في نفس الوقت لهنا عندي زريره، راح ندير خط من الجنجلان خط من الزريره. هذوما الزرارة عبارة على سانوش، حبة حلاوة وبسباس. هذا الشكل تاعها رائع، واللي تحب تستعمل غير السانوش
لها الاختيار. نحن نشوفوا كيف ضعف الحجم، وانتم كي تشوفوا هكذا ضعف الحجم ما عليكم غير تحكموا تشعلوا الفرن تاعكم. لازم تدخلوها الفرن تاعكم يكون سخون، ما تدخلوهاش في الفرن بارد باش ما تنزلش لكم العجينه، وتحطوها حتى تحصلوا على اللون الذهبي. انا نكمل كامل الحبات ونحكم نحطها في الفرن طيب، ونرجع نشوفها في شكلها النهائي. ما بين طيب الوصفه تاعنا حبيت نزين الصحن معكم. لهنا نحتاج نصف حبه تاع طماطم، راح نقسمها الى نصفين. حبيت ندير الطماطم على شكل فراشه. لهنا هذا الجزء نحوه بالسكين ونقسم هذه الجهه الى نصفين، ما نصلوش للاخير. شوفوا الفتحه وين وصلتها. لهنا نجيبوا هذا الجزء تاع السكين ونبداو نحو القشره بالطريقه هذه. نعاود نقسمها هكذا ونقلبها، وتحصلت على شكل فراشه. نحي هذا الجزء فقط ونشوفوا الجزء اللي تحصلت عليه. لهنا نجيب كوردون ونلصقها. لهنا برك نستعمل كاتشب ونبدا ندير خطوط بهذه الطريقه. حنزين نصف الصحن ونجيب هذوما الفراشات اللي خدمناهم. شوفوا لهنا شكل الفراشة كيف يكون، راح تعطينا الالوان شكل رائع للصحن. لازم نتعلموا نزينوا الصحن تاعنا. نجيبوا حبات من الخيار، قسمت الحبات الى دوائر. غنستعمل هذه الطريقه في التزيين. نزيد ندير الزيتون الاسود، ما نكثرش بزاف. اوراق من المعنوس. ان شاء الله الطريقه تاعي تكون عجبتكم. حبيت تزيين بسيط. هذا فيما يخص تزيين الصحن الاول، انا حبيت هذه الطريقه البسيطه. والصحن الثاني اخترت هذه الطريقه في التزيين. جبت هذا الصحن على شكل مربع، قسمت الحبه تاع طماطم الى نصفين، استعملت نصف حبه، نفس الشيء دوائر تاع الخيار، وحبيت من الزيتون كاسي والمعنوس. وانتوما خيروا الطريقه اللي تعجبكم. اللحن السفلي تاعي والوصفه تاع نهار اليوم راهي طابت. شوفوا الشكل تاع الحبات كيفاه يكونوا، غير جست ما تخرج بركه، خلوها تقعد مده 5 دقائق. شوفوا العجينه كيفاه طريه. فيما يخص الحجم تاع الحبات الكبار دارت لي 8 حبات، واللحن الحجم المتوسط ما همش صغار بزاف. هذه كي يديها طفل المدرسه اكيد راح تشبعوا. شوفوا العجينه كيفاه، مهما نضغط عليها ترتفع. نقسم لكم هذه الحشوة الثانية اللي درتها بالطون والفرماج. شوفوا كيفاه العجينة، الشكل تاعها خفيف من داخل، تجي محشية بالجبن. أكيد كي يتناولها ولادكم راح تعطيهم طاقة باش يكملوا نهارهم. أنا درك نكمل ونتلاقاو في الشكل النهائي للوصفة تاع نهار اليوم. هذا هو الشكل النهائي للوصفة تاع نهار اليوم. شوفوا شكلها قدواجة هايل في هذا الصحن. أنا اليوم مديت لكم 2 طرق للتزيين الصحن، وانتم اختاروا الطريقة اللي تناسبكم. شوفوا العجينة قدواه قطنية، مهما نضغط عليها ترتفع. وهذا الشكل الثاني، شوفوا شكل الصحن كيفاه يكون. لهنا نقسم لكم باه تثبتوا وتشوفوا شكلها كيف يجي. شوفوا العجينة قدواه خفيفة. لهنا شوفوا شكل العجينة كيف تجي من داخل. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتير.